قبل المنتدى هو جمعية. الفكرة انطلقت يعني من مجموعة من الأخوات والأخوة، ووقتها ما زلت حتى على رأس ولاية صفاقس، رينا أنه كل المؤشرات تعطي يعني الوضع ما كانش معناها كان يمشي إلى الأسوأ. قلنا علاش ما تكونش معناها فما مجموعة معينة اللي تكون كاتاليزور للبلاد هذه، والمنتدى تبارك الله يضم خيرة إطارات البلاد، واجتمعنا واتفقنا إطارات البلاد اللي تخلى عليها السيستم الإداري، ما نحبش نقول السياسي أو السياسي بين ضفرين، وإلا فيها كوادر زادة من إطارات البلاد الناشطة لهن. بطبيعة الحال هو فما احنا الحاجة الباهية معناها الأجيال الكل، هي كلمة الجمهورية تلم الأجيال الكل. عندنا أشخاص يعني عدد كبير من المتقاعدين اللي عندهم معناها كفاءة كبيرة، عندنا حتى بعض الأخوة والأخوات اللي ما زالوا موجودين يعني في مواقع إدارية يعني تنجم تقدم الإضافة. علاش عملتوه المنتدى؟ حسيتوا الجمهورية في خطر وإلا؟ بطبيعة الحال لأنه في فترة كثر الحديث على التهديد الجمهورية من زوز جوانب، ناس ولات تحكي على خلافة وناس أخرى تحكي على الجماهيرية. احنا رينا بما انه يعني مواصلة للمسار الوطني، تعرف وقت اللي جاء الشعب التونسي في فترة معينة كان يطالب بالدستور، يعني جاء الدستور نتاعنا بتاع 59، وبعد اتفق المجلس التأسيسي على يعني انه تكون النظام يكون النظام التونسي هو نظام جمهوري. في فترة معينة فما عديد التهديدات، والناس كل تتذكر يعني وتعرف اللي البعض ولا يتحدث على يعني الخلافة، والبعض الآخر يتحدث على بعض الأنظمة الأخرى. حسينا أنه النظام هذا هو نظام معناها فيه خطر، ومن واجبنا الناس كل أنه باش نذكروا بالقيم هذه ونحاولوا معناها ترسيخها. في بعد مدني، نشاط جمعياتي مدني ماهوش سياسي ولا تغليفة؟ لا مش تغليفة، لكن احنا كنت حدثوا على المنتدى الجمهورية من خلال تسمية باش تجي تلقى نفسك تتحدث على الشأن العام، ويهمنا احنا الشأن العام يعني ماهوش بلغة أخرى مثلا. هل فكروا في انتخابات قادمة من أبناء المنتدى؟ لا احنا كنت حدثوا مثلا على كما قلت على المبادئ الجمهورية، من أهم المبادئ متاحة المشاركة في الحياة السياسية. بتبيعة الحال إذا كان نلقى شخص يكون إما ابن المنتدى ولا مش ابن المنتدى اللي شاركني القيم والمبادئ الجمهورية، من واجب احنا نحثوا العباد يعني بتشارك في الحياة السياسية الحياة العامة، وتشارك يعني تكون فاعلة، لأنه اليوم الحلول ما تكون كان جماعية، عمرها ما تكون فردية.